Hallo meine Schüler und herzlichen Willkommen zu meinem neuen Video. وصلت اليوم معكم للدرس 57 بدروس تعلم اللغة الألمانية. درسنا اليوم هو كمان رح يحكي عن كيفية كتابة الرسالة الرسمية Ein Brief، ولكن المقطع الثاني لأنه سبق وحكيت بالدرس 53 كيف فينا نحن نكتب رسالة غير رسمية. طبعاً إذا كنتوا لسه مو شايفينه للدرس 53 فيكن ترجعوا تشوفوه، لأنه حكيت عن طريقة تكوين الرسالة بشكل عام وبعدين حكيت مثال عن طريقة كتابة الرسالة الغير رسمية. اليوم رح أحكي إن شاء الله عن الرسالة الرسمية فورمالا بريف، يعني بطريقة فورمال إنه رسمية. الرسالة بشكل عام نحن وقت اللي بدنا نكتبها وبتكون بطريقة رسمية لازم تبلش بوحدة من هدول الثلاث بدايات، يا أما منقول sehr geehrte Damen und Herren، sehr geehrte Damen und Herren يعني سيداتي وسادتي المحترمين. طبعا هي إذا نحن عم نقدم رسالة لشركة معينة، بس نحن ما عم نوجهها لموظف معين، عم نوجهها لهي الشركة، فمنبلش البداية التالية. أما إذا كنا نحن عارفانين عم نوجهها لشخص معين مثلا بهي الشركة إنه موظفة، فهي الموظفة اسمها فخاو ميلا، منكتب sehr geehrte Frau Müller. منلاحظ إنه geehrte أخذت نهايتها A لأنه الاسم مؤنث، وفوق كمان أخذت A بنهايتها لأنه جمع. إذا كنا نحن عم نقدمها لموظف اللي هو Herr Müller، سيد ميلا، فمنقول sehr geehrte Herr Müller، يعني النهاية تبع geehrte بتكون AR، يعني عزيزي سيد ميلا المحترم. كمان إذا نحن كنا بنعرف أشخاص بنحاكيهم بصيغة زي، ومثلا حدا اسمه هير ميلا أو فراو ميلا، فنحن كمان رح نكتب نفس الشيء زي جيئاتا أو زي جيئاتا. النهاية das Ende كمان رح تكون ثابتة بالرسائل الرسمية اللي هي mit freundlichen Grüßen، يعني تحياتي القلبية أو تحياتي الحارة أو الودية أو مثل ما بتحبوا، ولكن هاي النهاية لازم دائما نتقيد فيها. خلينا نشوف هلا المثال نص تبع الرسالة مشان نشوف كيف فينا نحن نكتب رسالة رسمية. طيب قبل ما بلش بدي اقول انه هن مثلا وقت اللي بيعطونا بالفحص نوع رسالة بيكتبوا لنا اياها، فكيف نحن بدنا نعرف اذا هي الرسالة رسمية ولا غير رسمية؟ هن بيكتبوا لنا اكتب رسالة رسمية او غير رسمية؟ طبعا لا، ما رح يقولوا لكم، ولكن انتم من عناصر الرسالة رح تعرفوا اذا كانت هي رسالة رسمية ام غير رسمية. خلينا نشوف هذا النص. طيب النص بيقول Sie nehmen an einem deutschen Kurs teil، يعني أنت تشارك بكورس لتعلم اللغة الألمانية. teil nehmen هو فعل يشارك وبياخذ الحرف an، طبعا بيجي بعده داتيف. und müssen für eine Woche abwesend sein، إذن الشيء اللي نحن بدنا نحكي عنه هو في أين ووخ أبويزند سين. أبويزند يعني غير موجود أو غايب، فهنا عم يقولنا أنه أنت مشارك حاليا بكورس لغة ألمانية ولكن أسبوع أنت لازم تغيب. Schreiben Sie an Ihre Lehrerin، يعني المرسل إليه هو الأنسي تبعك. Schreiben Sie an Ihre Lehrerin eine Entschuldigung، يعني اعتذار. Und sagen Sie, warum Sie nicht kommen können. إذا المطلوب بالرسالة هو إنه نحن نقول warum Sie nicht kommen können، يعني أنت ليش ما رح تقدر تروح. Bitte Sie darum, Ihnen die Hausaufgaben zu schicken. طلب منا إنه ترسل لك الهاوزاوفغابن، يعني الوظائف اللي عم ياخذوهم بهالكورس خلال هالفترة الأسبوع اللي أنت رح تغيبه. Schreiben Sie ein passendes Ende، يعني نحن بدنا نكتب النهاية نهاية مناسبة. إذا صار عندنا ثلاث نقاط نحن بدنا نحكيها. Warum Sie nicht kommen، إنه ليش أنا ما رح أقدر أروح. Die Hausaufgaben zu schicken، يعني لازم نطلب منها ترسل لنا الهاوزاوفغابن. وآخر شيء نهاية مناسبة. هون شفنا نحن إنه هي الرسالة ل meine Lehrerin، يعني للأنسة تبعي، فنحن دائما بنحاكي الأنسة تبعنا بصيغة سي مشان هيك نحن رح نعرف انه هي رسالة لازم تكون رسمية.
يعني شفنا بنص الرسالة ما ذكروا لنا سواء هي كانت رسمية أو غير رسمية، بس نحن بدنا نعرف لحالنا. طيب منبلش مثل ما حكيت، كونه هون رسالة رسمية لازم نبلش بالبداية. زاجي ات فخاو ماينات، لنفترض الأنسة تبعنا اسمها فخاو ماينات، فرح نقلها زاجي ات فخاو ماينات، وننتبه انه هون عن ايه. أول شي طبعاً قبل ما نكتب له إنه إيش كان نش كومن أو هيك، لازم نعرف عن نفسنا. بركي الآن سنسيانتنا، بركي مثلاً عنده أكتر من صف، فنحن واحد من طلاب هالصفوف كلياتها، لازم نعرف عن نفسنا ونقول إيمت نحن فتنا على هذا الكورس. فمنكتب My name is كذا، منكتب اسمنا الكامل und ich besuche seit September 2009 einen Deutschkurs in ihrem Haus. إذن مثل ما شفنا عرفنا أول شيء عن نفسنا، قلنا إيمت بلشنا. Ich besuche seit September، يعني منذ سبتمبر 2009 نحن، أو هذا الشخص عم بيزور الكورس تبع اللغة. بعدين بقى منفوت بموضوع إنه نحن ما عاد رح نقدر نجي، ففيني أقول Leider ist mein Sohn gestern krank geworden. Leider ist mein Sohn gestern krank geworden. طبعا هي ist geworden هو الفعل الماضي من werden يعني يصبح، معناته انه مبارح ابني اصبح مريضا. Und ich kann in dieser Woche nicht zum Deutschkurs kommen. انا ما رح اقدر هذا الاسبوع اجي على الكورس تبع الالماني. إذا حكينا شو صاير، بعدين حكينا إنه نحنا ما رح نقدر نجي. هلأ بقى لازم نعتذر، ففيني أقول Ich bitte Sie, mich zu entschuldigen. إذا هون شفنا إنه نحنا عم نعتذر من الأنسة تبعنا. Und ich hoffe, dass ich den Deutschkurs weiter besuchen kann. شفنا بالمقطع الأول نحن استوفينا أول فكرة، طبعا سبق وحكيت إنه على استوفاء العناصر رح يجي علامة، فنحن إذا استوفينا هالعناصر رح ناخد هاي العلامة تبع استوفاء العناصر، حتى لو كان عندنا كم غلطة قواعدية أو غلطة بالجمل أو هيك، خلص نحن هاي العلامة أخذناها. فأول فكرة نحن حكينا عنها، عرفنا عن نفسنا My name is كذا. طبعا مو ضروري يعني هدول الثلاث نقط اللي مذكورين نحن خلص نلتزم فيهم، لأنه على هالحالة بيطلع الموضوع ثلاث جمل، لكن نحن شوي بدنا نزيد من عنا إنه نفكر إنه ممكن هاي الأنسة يكون عندها أكثر من صف، فمعناتها نحن بدنا نعرف عن نفسنا. My name is كذا und ich besuche seit September 2009 einen Deutschkurs in ihrem Haus. Leider ist mein Sohn gestern krank geworden und ich kann in dieser Woche nicht zum Deutschkurs kommen. يعني حكينا عن الحالة تبع الولد، حكينا انه انا ما عاد فيني روح على الكورس او على الدورة. Ich bitte Sie, mich zu entschuldigen und ich hoffe, dass ich den Deutschkurs weiter besuchen kann. لانه في بعض المعاهد اذا غاب الواحد اكثر من كم يوم لازم له تقرير طبي او لازم له شيء معين، فعم بسألها انا عم اقول لها انه بتمنى انه بقدر انا كفي الدوره تبع الالماني بعد هذا الاسبوع اللي رح غيبه. طيب ثاني فكره كانت انه انا لازم اطلب من الانسه تبعي انه تبعث لي الوظائف. Also die Hausaufgaben zu schicken. شان هيك نحنا رح نحكي Ich habe eine Bitte an Sie. Ich habe eine Bitte an Sie. أنا عندي طلب منك. Könnten Sie mir die Hausaufgaben für die nächste Woche schicken? هذا طبعا طلب مؤدب، استخدمنا Konjunktiv 2. فقلنا Könnten Sie mir die Hausaufgaben für die nächste Woche schicken? عم نسألها إنه ممكن تبعتي لي الوظائف تبع الأسبوع الجاي. Meine E-Mail-Adresse ist وطبعاً منكتبه، يعني مثلاً هي إذا بدها تبعت لنا ياهن مشان ما نكلفها وتخليها تبعتهم بالبريد، فنحن فينا نقول لها تبعتهم على الإيميل تبعنا. طيب فينا نحن كمان نبرر إنه ليش أنا بدي الوظائف، فكمان هذا الشيء بيزيد على موضوعنا. فينا نقول Wie Sie wissen bin ich fleißig und mache jeden Tag Hausaufgaben gerne.
يعني إنه مثل ما بتعرفي أنا نشيط وبعمل وبحب يعني إني أعمل كل يوم وظائف. إيش ما خدي هاوس أوف جاب مجانا، يعني أنا بحب أعمل الوظائف. طبعا هي جانا بتجي إنه يعني بعمل هذا الشيء يعني بدواعي سروري، بحب أعمل هذا الشيء مو إنه غصب عني. إيش هوفة dass ich meine Privatprobleme bald lösen kann und in der nächsten Woche wieder zum Deutschkurs komme. يعني أنا بتمنى إنه عن قريب تنحل مشاكلي الشخصية. طبعاً بيقولوا كمان probleme lösen، مثل ما نحن بالعربي بنقول حل المشاكل، هن كمان طبعاً lösen تستخدم يعني لحل مسألة أو كمان لحل الشيء المعنوي إنه حل المشاكل. und in der nächsten Woche wieder zum Deutschkurs kommen. وإني أقدر إجي على الدورة تبع الألماني بشكل قريب. هاي استوفينا الفكرة الثانية. آخر شيء كتبوا لنا إنه اكتب نهاية مناسبة. فنحن فينا نقول ببساطة ich bedanke mich für Ihre Mühe und Unterstützung. ich bedanke mich für Ihre Mühe und Unterstützung. أنا بتشكرك على الجهد اللي عم تعمليه والدعم تبعك. والرسالة طبعا لازم تنتهي بجملة معينة اللي هي mit freundlichen grüßen. mit freundlichen grüßen. مثل ما شفنا هون انه احنا استوفينا العناصر، ضفنا شوية شغلات لحتى نحنا نطول الرسالة شوي. النهاية كانت عبارة عن سطر، هذا الشيء عادي، المهم نحنا استوفينا العناصر وما كان عنا اغلاط قواعدية، وهذا الشيء بيخلينا إن شاء الله إنه ننجح بالشرايبن بالبي أينز أو بالبي تسباي حسب الفحص اللي الواحد عم يعمله. درسنا انتهى لليوم، بتمنى إنه يكون كان مفيد بالنسبة لإلكن. إذا عجبكن فيكن تضغطوا لايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة على اليوتيوب ليوصلكن كل شيء جديد. بتمنى لكم نهار سعيد وتشوس.